اليوم أثبت بخصوص ملف طلب الطب والوزير اليوم أثبت أنه فعلا تدبير الملف لا زال يتدبره بشكل غير مسؤول من طرف الحكومة. تصريحات اليوم داخل مجلس المستشارين أعطاه بعض الأرقام. الخطاب الذي واجه به المستشارين وعبرهم واجه طلب الطب هو استخفاف بهذا الملف، كأن هذا الملف يمر في جو هادئ. وإحنا في الوقت اللي اليوم كنا عاقدين الجلسة ديال مجلس المستشارين كانت الآلاف من الطلبة خارج المجلس محتجين. هذا ملف اجتماعي، هذا أبنائنا أولادنا اللي خصنا نراعوهم، اللي أنا ما كنتصورش أن الحكومة الآن كتنعس بشكل طبيعي في الوقت اللي احنا الآن مقبلين على نهاية السنة يعني. وحتى التصريحات دياله كانت غير مسؤولة، لأنه يطالب المستشار بالرغم احنا كنقولوا له أنك أنت اللي خارج السياق. وزير التعليم العالي أكد اليوم أنه خارج السياق وأنه لا يبالي وغير لا يضبط الملف بشكل جدي ولا يتعامل المسؤولية مع هذا الملف، لأن هذه التصريحات اللي عبر عليها اليوم هي ستؤدي إلى تصعيد واحتقان حقيقي داخل اسمه، لأن لا بشر بخير وغير مسؤوله من ناحيه، لانه اليوم مطالبين في حوار حقيقي تلبيه الطلبه رفع جميع العقوبات التاديبيه. ما يمكنش الطالب بالطالب تقول له سير دوز الامتحان ومن بعد نشوفوا العقوبه التاديبيه. هذا مقاربه اللي خاطئه من مسؤول. ثانيا ايضا هذا الوزير اللي كيتكلم الان وكيقول لك حنا طورنا الجامعه المغربيه، انا عندي احصائيات ان 40 في تصنيف الجامعات الافريقيه فقط المغرب ما كاين حتى جامعه واحده مصنفه في داخل 40 جامعه يعني هنا كيبت انه لا كاين استخفاف. واننا كنقول حالنا ان هذا الوزير يقدم استقالته ويغادر الوزاره، لانه ما يمكنش اول ملف كيتحط قدامه كيفشل في التدبير ديالو وكيخاطبنا هذا الخطاب اللي كيقول نقرا وشوفوا الوقائع. وان انا اللي اثارني كثيرا هو انه كيقول التنسيقي كتمنع الطلبه، واش كاين امكانيه اننا نمنعوا اكثر من 6000 طالب على المستوى الوطني من دخول المدرجات؟ يعني هذا استخفاف اولا بينا كمستشارين، استخفاف بعقول هاد الشباب اللي هما من النخبه ديال الشباب المغربي اللي اليوم كيمارسوا الطب، استخفاف بينا كاملين، استخفاف بقراءه الشعب برؤيه الشعب المغربي. اللي كتقول ان التنسيقيه تمنع الطلبه على المستوى الوطني هذا راه العبث الحقيقي، انه هاد الطلبه كيشدوا القاء وفي نفس الوقت يقول انه هاد التمثيليه كتحيل قرارات الجمهور العامه، وهذا هي دي الديمقراطيه. الديمقراطيه انه يكون قرار ديمقراطي، لكن القرار اللي خاصو يتخذه الوزير ويتخذه الحكومه، انا كنعتبر ان الملف الان ما خصوش يبقى في يد الوزير وحده، خاصو يشد رئيس الحكومه يتحمل مسؤوليته انه رفع جميع العقوبات التاديبيه في حق الطلبه. هذا هو الشرط الاساسي انه باش يدوزوا الامتحان بشكل واحد الحاله نفسيه. يعني ما يمكنش واحد عنده عقوبه ويمشي تقول له دوز امتحان، يعني راه النفسيه ديالو غير مستقره، ما يعرفش غدا العقوبه تطبق عليه تثبت عليه ولا يترفع عليه يعني اولا لا بغاو يبينوا حسنيه كحكومه رفع جميع العقوبات التاديبيه بحق الطلبه. وهذيك الوقت الطلبه مستعدين، وهذا قرارهم انهم في حاله رفع العقوبات التاديبيه انا على اظن ان الطلبه من بعد انه يترفعوا العقوبات التاديبيه انهم ما يرجعوش يدوزوا الامتحانات ديالهم ونحلوا هذا المشكل بشكل جذري. ولكن هذا الحل هو في الحوار الحقيقي، وان الوزير اليوم كان غير مسؤول في قراراته، وهذا كيتحمل مسؤوليته في تأجيج احتجاجات داخل الطلبه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.